حاجتها إلى نفسها واستمرارها حتى انتخابات 2013، يعني بخلاف ما كان يعتقد أنه رح تنهز الحكومة عند كل مفترق، ثبت العكس بحسب نقولها نصيف. بهالمجال كيف شفت المخرج يلي تم التوصل له بشأن تمويل المحكمة الدولية ويعني إقدام المصارف بالتحديد بالدخول بهذا الموضوع؟ يعني ما في شك أنه ريح البلد كتير قرار تمويل المحكمة، نحن كنا خايفين كتير منه وخاصة العقوبات اللي ممكن تطالنا. نعم. يعني هيدا القرار منه قرار نوقف، وأنا كنت شخصيا يعني من أول يوم عارف أنه ما حدا بيقدر يوقف بوش المحكمة الدولية وبوش التمويل المحكمة. ماذا يعني أن تبادر المصارف إلى تسديد هون للأسف المبالغ. يعني وكلنا عارفين وكل الفرقاء السياسيين عارفين ما كان مفروض يصير في مزايدات ويخضوا البلد يعني سياسيا واقتصاديا، بتعرفي قديش خلقت خوف عند العالم خلال هذه الفترة قبل التمويل المحكمة والخطاب السياسي المتشنج والخطاب التهديدي يلي صار. نعم. كان إذا معروف من أول يوم أنه حيصير في تمويل للمحكمة كان ما مفروض يصير يعلوا هالأصوات ويخوفوا العالم ونبيعد السواح يعني يصير في قلق عند الشعب اللبناني. بالنسبة قبل ما أرجع لموضوع التمويل ذكرت السواح، هل اصطلح ميزان نسبة السواح؟ لا في تراجع كبير عن العام 2010 في هالفترة من السنة، في تراجع يعني كبير. إذا بدي أنا يعني ما بدي أخذ أسبوع من السنة، خلينا نقارن سنة بسنة. نعم. في تراجع أكثر من 27%. ما السبب برأيك؟ إلى ماذا يعود؟ عدم الاستقرار السياسي والأمني. نعم. وإذا بدك السياسي أكثر من الأمني، لانه مثل ما قلنا يعني اذا شفنا هالثلاث اربعة اشهر موضوع المحكمه قد ايه خوف العالم. نحن عندنا اتصالاتنا مع يعني مع العالم العربي وعم نسمع في خوف وفي عدم ثقه. نعم. على المجيء للبنان. نعم. بالنسبه لاقدام المصارف على دفع حصه لبنان بتمويل المحكمه الدوليه، ماذا يعني هذا؟ يعني شغله منا بعيده على المصارف اقتصادية. المصارف اللبنانيه هي اللي حامله الدولة وحاملة والاقتصاد وهي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وقت ما اتخذ القرار والتمويل من صندوق هيئة الإغاثة، الكل بيعرف انه الصندوق يعني ما بيقدر يمول، ما بيقدر انكشف هيدا الصندوق. انا القرار قرار جيد والقرار يعني بفرجي انه لانه المصارف جمعية المصارف فيها من كل اذا بدك الطوائف ومن كل المذاهب، بقى نعم. المجرد الكل جمعية المصارف يعني اخذوا هذا القرار وقبلوا بالتمويل، يعني هذا ببين انه في اجماع لبناني شعبي طائفي وطني شو ما بدنا نقول على تمويل المحكمة، بقى هيدا شيء جيد. نعم. بختام هالقسم بنشوف كمان كاريكاتير غانم بجريدة الجمهورية من وحي عيد الميلاد، منشوف شجرة العيد وقد رسم جذع الشجرة كلاشينكوف وأغصان أصابع ديناميت تشتعل فتائلها بلبنان. مؤثرة. يمكن هالديناميت مش بس أمني، مقصود فيه الاقتصادي السياسي. أكيد صدقين اليوم إذا بدنا نشوف بالعالم من آخر 10 سنين كان الهم عند العالم هو موضوع الإرهاب، من سنة لليوم ما عدنا سمعنا بالمشاكل الإرهابية، انتقلت المشاكل أما والهموم بالعالم من موضوع الإرهابي للموضوع الاجتماعي للموضوع الاقتصادي. يمكن الثورة بتونس أول ما اندلعت على خلفية هذا الموضوع. أكيد يعني يلي صار بتونس ويلي بمصر ويلي عم بيصير بأوروبا من مشاكل اقتصادية ويلي عم بيصير بأمريكا، العالم كلياته عنده هاجس مشاكل اقتصادية، خايفين خايفين من عدم استقرار اجتماعي. هذا اللي نحن عم نقول تعالوا نقعد نحن نفكر مع بعض كيف نقدر نحمي لبنان، نجنب لبنان من المشكل الكبير. هذا الربيع العربي بهالخلفية سيصل إلى لبنان أستاذ محمد برأيك من الخلفية الاقتصادية إذا بقيت الأمور؟ يعني تركيبة لبنان تختلف شوي عن الدول العربية، هون شفنا أنه كله بالسياسة، وإذا اليوم بدك توقف بوش الحكومة ما في عندك طرف واحد، ما في عندك يعني أنا برأيي يعني تركيبتنا السياسية والاجتماعية تختلف كثير عن باقي الدول العربية. يعني من أجل ذلك تستبعد أنه اي عنوان اخر قد يوحد اكثر من هذا؟ انا بقول انه حيتوحد بالنسبه للاقتصاد، حيتوحد الفرقاء كلياتها السياسيه حتتوحد من اجل الملف الاقتصادي، لانه لا سمح الله اذا الاقتصاد انضرب وانهار لبنان ما الاقتصاد يعني ما حيعرف هذا الانهيار
لا أي طائفة ولا أي دين، حياخد الكل معه. ما رح تحطنا بأجواء ماسا